الوغ رجعنا ليكم الشاهد ديالك كنت اسماء. حنا دابا شويه غادي نكونوا اون ديريكت حتى على لا راديو، غادي تكوتشينا، بقات لنا واحد الحصه ديال الكوتشينغ معاك، فانا فرحانه بزاف بلي تكونوا معنا. حنا دابا نخليو دابا لو لايف معاك وغادي نتفاعلوا اكيد على لو لايف، وغادي تهضري لنا على سورتو كيفاش حنايا كيفاش ناخذوا القرار. لا هو القرار كناخذوه كيف ما قلت لك، خاصنا الاليات ديال نفعلوا داك القرار، خاصنا نشوفوا واش خدينا القرار واش خدناه بشكل صائب او لا. صافي الوغ ضيوف حتى هما يشاركوا معنا، زهيره لاله عائشه اي سي حريفي، المهم هي الكاميرا عندك فوالا. المتابعين يستمتعوا بالحصه ديال الكوتشينغ. من بعد هاد لو فلاش، لا ماشي لو فلاش، عندنا شحال كلكو سكوند غنكونوا اونير. صافي كوكو يلا بقيت تكوتشينا في المكياج وفي العنايه بالشعر وتكوتشينا في الكويزين، فدابا واه هو دائما الانسان ذات دائما تبغي لا هو يعني لا بغيت تنجح في حياتك كلها خاصك دابا تعتني بالثقه بالنفس. راه الاشكاليه الثقه بالنفس لما تكونش شخصيه مهزوزه راه تنجح عليك. وفي اخر حصه معنا احلى حصه صراحه هي حصه الكوتشينغ مع الجميله اسماء هاشمي، اهلا بك مره اخرى. شكرا لك الفدوى، عينيك لي زوينين. انا عرفتي شنو غنبقى انا نحب بك، ما خصنيش ندير بحال هكا. دخلك الله يكبر بك الفقره ديالك. وحنا دابا عندك دابا انت غادي تعاونينا اكثر، دابا تكوتشينا في الكويزين مع لاله عائشه، خدينا لي غوسات جداد حتى نقيتهم، باسكو عندي بنيته صغيره ديال 50 ونص، نقيتهم وان شاء الله غادي نعمل بهم، غادي نديرهم ربما واحد غنديرو اليوم في العشيه سورتو الخبيزات. لي مادلين انا بنتي بنتي تغزيتو الكحل مازال ما جربتو لها، ولكن بيتيت غنجيب لي سي هذاك اللي نديرو ليا الصباح جو سي بون جادور سميدة. انا شغلي كله كنديرو بالسميده، زويته بلديه وسميده سي مانيفيك. الوغ مع السي حريفي فحنا عرفنا كيفاش نتهلاو في طبيعه شعرنا وكيفاش حنايا نعتنيو بالشعر ديالنا، ف وشكرا ليه مره اخرى، هو كنت انا شويه في هذا. نزيد مع زهيره، عرفتي درنا على الميكاب وانت باين ليا انت تبارك الله عليك ناجحه في المكياج. يعني تقول لي انا بالنسبه لي تنفضل دائما يكون داكشي يعني ماشي كثير بزاف على ود، طبعا ربما هي طبيعه شخصيتي ايضا، لان انا واحد الانسان يعني تنبغي نكون تتقول لي بنتي لا سيرينيتي مامون لا سيرينيتي، يعني تنبغي نحب نكون في داك لاكس ديال لا سيرينيتي ديال لو كالم ديال هذا لا زيناتيتود مي اوسي يمكن لا ناتور دو مون طرافاي تو سا دونك لايك. الوغ دابا غنمشيو لموضوعنا اللي هو تحديد الاهداف واتخاذ القرارات. الوغ كما قلنا قبيله يعني بدايه السنه الجديده هي فرصه جيده باش نحددوا الاهداف. احنا يعني كنت تقول لي وحنا تناخذوا الاهداف تنحددوها تناخذوا القرار، هو خاصنا نعيدوا النظر في تحديد القرار واش فعلا خديناه، يعني لو بغيتوا باش نقول انا دائما في الدورات التكوينيه وتن هذا التمرين دائما فيه الناس تيغلطوا، تقول لهم حددوا لي هدف معين، تتقول له شنو هو الهدف ديالك في الحياه، تقول لك اريد ان اكون سعيدا، هذا ماشي هدف. السعادة يعني هي طريقة الحياة وليس هدف. نحن الآن في حالة سعادة الحمد لله، حنا فقنا حنا تندوزو أن بو مامو فحنا سعيدين طبعا، لكن باش نقول أن السعادة أو نتسنى يوم آخر باش نكون فيه سعيد، ملي غيكبروا الدراري وغنتهنى من المشاكل غنكون سعيد، مي لا إلى آخره، وشي مسائل بعض الأحيان تتخليها في البليزة هذه غتجبد شي نهار ملي نكون سعيد إلى آخره، وتتلقى راسك يعني تتسنى ذاك النهار ديال السعادة اللي مازال ما جا، وكل مرة تتلقى يعني الحياة يعني ماشي جنة، حياة فيها مشاكل وفيها مسائل طيبة طبعا تنعيشوها، فمن العبث أن حتى نعلم أولادنا أن كل شيء غيمشي مزيان إلى آخره، طبعا هناك عثرات في الحياة وهناك يعني تحديات إلى آخره باش يمكن لي يمشي للأمام، فمن لم يحب صعود الجبال يقعد أبد الدهر بين الحفر، يعني شنو؟ أن الإنسان ما تيكونش عنده تحديات تيبقى ما بين الحفر، لكن ضروري الطبيعة وأنه نعلمه الحماس ونعلمه أنه تحتي نوض عاوتاني وهكذا ذوالك، باش أنه بديك تنعزز ديك الثقة في النفس، فمتى تكون عندي واحد الثقة في النفس تنكون واحد الإنسان ناجح في جميع مجالات الحياة. ربما شفناها في واحد الحلقة سابقة قبل من قبل الصفر اللي هما قلنا يعني حياتك العاطفية وحياتك الأسرية وحياتك في العمل وحياتك في العمل وحياتك الصحية، وهذا كله خاص يكون واحد المثال ديال التعاون، حالاتك حياتك الروحية طبعا وهي مهمة لأن الروح مسألة مهمة جدا، وحياتك الترفيهية مع الأصدقاء إلى آخره. فقلنا بأنه خاصني نوظف هذا الوقت بواحد الشكل
تيش عني تنعيش هاد الحياه بواحد الشكل جميل، وتنسميها دائما عجله الحياه. لما؟ لان هي عجله وتدور وخصها تدور، واخا تدور غير حتى 10 كيلومتر في الساعه، المهم تدور. المشكله متى تكون واقفه. لا، المشكله متى تكون واقفه. علاش تكون واقفه؟ تيكون شي واحد من هاد الشيء وقفها، اما يعني سا مارش با في الحياه ديال لو كوبل، يا اما في العمل عندك مشكل. فمين تيكون شي مشكل في هذيك في شي واحد مكونات العجله، تيوقف لك كل شيء. فبالتالي من الذكاء ان الانسان دائما يحاول انه يدير واحد يعني الجهد باش انه تنقول لهم قبل ما يوصل للمشكل. هذا هو الانتيليجنس ايموشنال، وهذه يعني خصك تكون في حاله برو اكتيفيتي. داك اكتيفيتي يجعلك انك مي تشوف البوله شاعله الاورانج فشي بلاصه، ايوا قاده ما تستناش يولي الضو الاحمر. فهنا باش بدل ما نمشيوش ربما نعاودو نخصو لحلقه واحده اخرى. دابا نرجع بالنسبه لتحديد الاهداف. حنا راجعين من الصيف، اللي خدا واحد 4 كيلويات 3 كيلويات ما كاين باس. اللي بغى يقول بانه حتى بالنسبه للطلبه، انا هاد السنه غادي ما نديرش بحال السنه الفريطه، عرفتي متى توصل لك امتحانات، انا ما نخليش عليها هادشي حتى الاخر الى اخره. فتناخذ بعض الاحيان قرارات. هذه فرصه طيبه نجلس مع نفسي، نجلس مع نفسي ونفكر وندير يعني لو بيلان. السنه الفريطه شنو هي الحاجات اللي انا عملت فيها زوينه نحاول انني نزيد منها، شنو هي الحاجات اللي عطلتني في المسيره ديالي. فما دامت هناك الحياه، ما دمنا تنمشيو ما تنوقفوش، تنطيحو تنوضو تعاود تمشيو حتى يديمو الامانه امانته. فاذا شنو هي المسائل المعيقات اللي عاقتني في المسيره ديالي، هنا نحللها وبكل صراحه. ماش باش جبت هذه على الاستاذ ما حملنيش، هذا مشكل اخر. فخصني بعدا تكون حاله صدق مع نفسي باش نصاوب هذا البيلون. هذا يعني الصدق يعني هي انني نكون دايره بيلون اللي هو صادقه، انا مع راسي صادقه. يعني تنقول انا اللي ما خدمتش في هذا الموضوع، شد ورقه وستيلو وكتب، كان عندي انا اللي قصرت في انني نقرا ولا انني نجتهد. شنو كان ممكن ندير حسن في هذه القضيه. دابست مثلا مع حتى عز اصدقائي، شنو هو لا بارتي ديالي، شنو اللي انا مسؤول عليه. انا غلطت فيها حيت طبعا ملي يكون مشكل تيكون طرفين، ولكن الاشكاليه الكبرى هو ان الواحد تيعطي اللومه كلها الاخر. لا، نكون عندي صدق في يعني في المسائل ديالي، ونجلس مع نفسي ونصدق نفسي. وهذا راه الناس اللي تنجح في حياتها هما الناس اللي تيكون عندهم هاد لا روميزون كيسيون. الا كنت نقول انا ماشي مزيان والاخرين ما تيفهموش، وهذا راه ما عندي ما نمشي، راه يعني هذه اكبر الطامه. فاذا امتى تنبدا نتعلم؟ وتنقولها دائما حين ادرك انه هناك انني مخطئ، وان هناك كفاءات انا مازال ما عندي. فهذا تيكون داك حب التعلم. يعني ما دامت هناك الحياه تنبغي دائما نتعلم ونطور. وكل ما زدت نقولها، وداك المثال ديالي دائما تنحب نقوله، خاص تكون هز قفتك هذيك القفه. نجلس مع راساتي في الاول ديال العام ونقول اش هز هذه القفه، هذيك القفه انت يا هزها مني تولدتي، جايب معاك عادات وسلوكيات من دارك، جايب فيها عادات وسلوكيات تعلمتيهم في المدرسه، جايب معاك عادات وسلوكيات خديتيهم من الليسي في الكوليج مع الاصدقاء ديالك مع العائله ديال الى اخره. طبعا ما فيهاش غير الصالح، فيها الطالح والصالح طبعا. فهنا الصدق باش يمكن لي نطور القفه ديالي تكون زوينه. كاين شي مسائل اوسي ما بقاتش صالحه لهذا الوقت، فنشد بحال داك الفيديو اللي ما بقاش صالح تنحيدو نجيب دي فيدي. اذا فما بالك هل انا غادي نبقى هاز معايا في القفه شي حاجه اللي اكل عليها الدهر وشارب؟ فاذا من التطور نوقف، كما تتخمل داك المري وتحيد الحوايج القدام، جلس مع داك القفيفه ديالك الله يعطيكم الستر، وشوف شنو هزه، وشوف المسائل اللي مزيانه احتفظ بها. او يعني لو كنتي في درجه 3 جيب لدرجه 4، الا كنتي في درجه يعني ما الحاجه القبيحه اللي تشوفها تتعطلك، تشوفها انها تتحد من الجهد ديالك، زولها عليا. وهاد الخدمه خاصه حتى بالنسبه ممكن ندير حتى بالنسبه للاصدقاء، ديروا البيلون ديالكم الله يعطيكم الصحه. لان الانسان ما يبقاش غير مستمر بحال هكذاك وتحقق اهداف لاشخاص وحد اخرين. فاذا بغيت نحدد الاهداف ديالي مزيان، كيفاش غنحدد الهدف؟ طبعا اريد ان اكون سعيدا، هذا ماشي هدف. لان شنو هي السعاده عند لاله عائشه، شنو هي السعاده عند السر حريفي، شنو هي السعاده عند لاله نزيه، شنو السعاده عندك فدوى. دونك فاذا هذا طبعا فبالتالي منين بغي نحدد اهداف، نحدد اهداف كونكريت يعني اهداف ملموسه وحقيقيه. وكيفاش غادي ندير هذه الاهداف الملموسه والحقيقيه؟ دونك هنا باش غنبدا يعني وطبعا الناس اللي عملوا التكوينات في التنميه الذاتيه، وكما حنا نقولوا دابا الحمد لله حنا دابا لي كوتش يدوزوا في لي راديو، وتنحاولوا دابا قرطات هادشي التنميه الذاتيه، وحتى حاليا
حين ولينا تنعطيو دي زاتوليه زعما بواحد الثمن بسيط ايضا، باش يعني لان محتاجين كدوله محتاجين كشعب ان ننميو الذات ديالنا، لانه هي دو طرافاي افير اوجوردي اون سو رون كونت اليوم تنقول يعني هاد الماده هادي خاصها تدرس، التنميه الذاتيه خاصها تدرس في المانيا ولا الى اخره، هادي تعتبر ماده كما الرياضيات. فما يمكنش يعني الانسان ما عارفش بعض المسائل يقدر يمشي بواحد الشكل صحيح، لانه فعلا تيوصل وتتلقى تبارك الله ما شاء الله عليه خدام واحد الخدمه زوينه وتيتقدى واحد السالير مزيان راتب مزيان وشرى الفيلا وعنده جوج وليدات كما قالوا للمجتمع وشرى ديك الطوموبيله الواعره، ومع ذلك حاس براسو ماشي هو هذاك، لانه فعلا عنده مشكل في التنميه الذاتيه. فنحاول نعاود نرجع بالنسبه لتحديد الاهداف، يعني كيفاش غنحدد الهدف؟ قلنا بانه اول شيء يعني يحترم احنا تنسميوها لا ريغل ديال سمارت، شرط سمارت، غادي نشرح هاد سمارت. شنو هي سمارت؟ اس يعني الاولى، الاس الاولى يعني انه يجب علي ان يكون محدد. سمارت معروفة هذه في التكوينات بالنسبة للأهداف، يعني خاصو طبعا دابا ولات كاع أكثر، لأن مشيو حنا غير بسمارت مشيو بستامبل. سمارت يعني يكون محدد سبيسيفيك. لو أنني أخذت مثلا غادي نشد ورقة ونقول شنو هما الأهداف اللي ها هي البيلون، ها هو اللي قررت نحيد في السلوكيات إلى آخره، ها هما الأهداف ديال هاد السنة، مثلا غنخدم على شعري، غنخدم على وجهي، غنخدم على طريقة التواصل مع الآخرين، غادي نخدم على الأكل ديالي. فإذا هنا غادي نحدد الأهداف، غادي نأكل مثلا على سبيل المثال الأكل واللي حنا كنا طبعا معنيين بالأمر، غادي نقول مثلا بالنسبة للإنسان عاملة أنا قررت هاد السنة صافي غادي نأكل 5 مرات في النهار في الدار، 5 فوا في لا سيمين غناكل في الدار، يمكن غنخلي داك النهار ديال الحد أو نهار السبت. حتى هادو قرارات خاصني ناخذهم وخاصني نعمل بهم، فهذا محدد، هذا محدد يعني محدد في يعني باين ملموس في العالم كله، في ألمانيا ولا في أمريكا ولا في المغرب ولا هذا، غناكل 5 مرات في الأسبوع في الدار، هذه مسألة واضحة للجميع. أوكي، خاصو يكون مزورابل يعني قابل للقياس، قابل للقياس على أساس أنه كما قلنا 5 مرات ما هذا، بغيت ان نفقد 4 كيلو راه مزورابل، بغيت نعمل الرياضه 3 مرات في الاسبوع هذا مزورابل، يعني يكون شي حاجه اللي قادر. علاش خصها تكون مزورابل؟ باش نرجع للمرحله ما بعد اتخاذ القرار وما بعد اتخاذ التطبيق، نرجع لمرحله التقييم. فكيفاش غنقيم اللي ما عنديش شي حاجه اللي ممكن نعبرها ولا نحسبها باش نعرف اصافي فين وصلت، واش انا في النص واش انا في هذا؟ فاذا يعني تقاس بالمال يا اما بالوقت يا اما مثلا بالكيلوات، يقاس بشيء يمكن ان يقاس يعني حتى بالنسبه ل قلنا بانه خصو يكون مزورابل. ثم ثالث حاجه خصو يكون امبيسيو، امبيسيو اكسيسيبل. شنو هي هاد امبيسيو اكسيسيبل؟ يعني يكون طموح ويكون قابل للتحقيق، على اساس انه يكون طبعا انا ما يمكنش نقول تندير مثلا تندير 5 كيلو غنقول غادي هاد السنه غنجري 5 كيلو وجوج سي با امبيسيو، هذا ماشي هدف. خاصني نحاول نطلع على باغ شويه، مثلا هدف ايضا في المجال الروحي، نقول مثلا انا تنذكر ليلى الله 1000 مره، بغيت ندوز للمرحله الثانيه، بغيت هذا العام نوصلها ل 2000. تنقرا الحزب فقط مره في العام في رمضان، تنقرا القران الكريم 60 حزب في رمضان، هذه السنه غنديرها 2 مرات او نديرها 3 مرات. هنا سي امبيسيو، وهاد الاهداف هذه كما قلنا في جميع المجالات، في الشعر ديالي تندير الماسك، قررت نجيب ندير شعري نخدم عليه هاد السنه، تندير الماسك مره في الشهر، غادي نولي ندير مره في الاسبوع كما قلنا ميزورابل في التحديد. مزيان اكسيسيبل اوسي، خاصنو يكون شي حاجه اللي قابله تحمل. طبعا انا ما عنديش بشكليطه غنقول غنشري رانج روفر في الخام ديال السنه شويه فيراري ولا لامبورغيني يعني خاص هاد النقطه تاخذ بعين الاعتبار، ماشي نقولوا الاستاذه هاشم قالت لنا غير حددوا الهدف وراه غادي توصلوا للهدف، لا خاصو يكون اكسيسيبل يعني انا يكون في المستطاع ديالي، يعني واخد بعين الاعتبار، واخد لونفيرونمون ديالك داكوغ، ياخذ بعين الاعتبار يعني القدرات ديالك، القدرات ديالك وفين انت، فين انت طبعا واخد بعين الاعتبار. غندوزو للرقم 4، والشرط مهم حتى هو باش تاخذ القرار، هو يكون رياليزابل.
يعني شنو الفرق ما بين لومبيشو اكسيسيف وما بين رياليزابل؟ رياليزابل هي مجموعه التضحيات اللي انا مستعد نديرها باش نحقق هذا الهدف. لو انا قررت مثلا ندرس الويكند، هل انا فعلا استطيع بالنسبه للسنه كامله انني نساكريفي مثلا ويكند سيغ دو ولا داك الويكند باغ موا؟ طبعا خديت بعين الاعتبار راني رب اسره، راني كذا، راني كذا، راني كذا. واش ايضا انا مستعد نحيد واحد المبلغ مالي من داك هذا باش نخلص هذاك لي كور؟ واش مستعد نعطي داك الوقت اللازم يعني وحتى لينيرجي باش نعمل هذا الشيء؟ فخصني نكون باش قلت لك صدق مع نفسي، ماشي داك تيجي مرات الحماس، حنا محمزين غادي جو فيغ سا جو فيغ سا، وعلاش ما تستمرش؟ حيتاش انا ما عرفتش كيفاش ما خديتيش بعين الاعتبار هاد النقطه. نعم. انا مثلا كان عندي واحد الموظف وتنقولها لمجموعه انترناسيونال في الريستوراسيون تنحيي من هذا الباب لو كانت تصنت لينا، كان عنده مشكل فقط اللغه الانجليزيه باش يطلع لواحد البوست اكبر وغيتقاضى 3000 درهم زايده. وتقول واش تسنى؟ جا عندي الدكتور واش تسنى؟ قال لي يا مدام تنسنى الموارد البشريه يعطيوني يديروا لنا لي كور ديال لونغلي. صاحبي انت غتزاد لك 3000 درهم يعني ما تتسنى؟ نوض خدم على راسك، ما كاين باس، حنا باش قلنا رياليزاب شي حاجه عمل اجتهاد. قال لي مدام مشيت سولت، راه مشى سول، خاص 600 درهم الكور حدا في الحومه ديالهم، لقى واحد الكور ديال اللغات بالنسبه له هو غديك 600 درهم عنده مقسم. قال لي مدام كتا 600 درهم وما لقيت لها جهد. قلت له بلاتي اجي نحاول نشوف هذا الشيء يعني في داك لابوز كافي. وقيت اجي قلت له شادي؟ قال لي تنشد تاكسي باش نمشي للخدمه ب 20 درهم ترجع ب 20 درهم. قلت له نحيدو ديال الرجوع، تمشي للخدمه في الوقت ما كاين باس، لكن نحيدو هذاك الرجوع، حنا عندنا 600 درهم. فجلسوا معنا نفسكم وراه تتلقاو الحلول، ماشي بالضروره يكونوا عندي مبالغ وحتى يكون عندي كذا وعاد نقدر ندير كذا وعاد يكون عندي كذا وكذا. راه الحلول بعض الاحيان راه الحمد لله دابا ما كاينش مشكل، حتى ولات الانترنت والحصص فكونت اون فو هي باش اسكيفي مثلا تكون عندنا هنا باش نقول خصك واش خديتي القرار فعلا، واش فعلا خديت القرار او خديت القرار تتبرد على راسك واحد شويه وتتقول ديك الحمقه وقالوا لها زغرتي ومشيتي تقيتي في الكلوب سبور وحطيتي مبلغ معين كبير حنا قدروا ومشيتي شريتي الكتمه نايك بدون اشهارات شريتي كتمه زوينه وسبردي لا زوينه شويه تقول لي ما تمشيش ندير رياضه على ود حيت ما لقيتش فين ستاسيوني ما عنديش الوقت عرفتي وعاد يخرج لك داك جمعيه الاباء في العشيه وما عارفه شنو والله عتي راني خلصت وما كاينش الوقت. نعم ماشي ما كاينش الوقت، ما خديتيش القرار. فهنا خاصني فاذا ربما خديتي واحد القرار كي طرو بومبيسيو اوسي. هي باش قلت لك خصك تحدد. واحد الانسان ما تيعملش الرياضه بشكل نهائي ويقول لك غنعملها غنعملها 6 المرات في الاسبوع ولا ما يمكنش نعمل فيها. شنو قلت انا على في باب العادات؟ باش تكون عاده جديده وسولو يعني عاده جديده خصها تحترم ثلاثه القواعد. خاصك تعرف علاش غدير هذا الشيء وخاصك تعرف كيفاش ديرو. دابا تنبقى الاشخاص بالنسبه لهاد الكلوب هاد الرياضه تيخلص هاد الكلوب وهذا وهذا وزيد واحد شويه خلص داك الكوتش سبورتيف يعطيك لوريونطاسيون حيت بعض الاحيان تيكون فابور بعض الاحيان خاصك تخلصو. ما فيها باس انت وصلت للاستثمار، استثمر في حصص باش يدير لك الغافاي مسكولير يوريك كيفاش نديرو الرياضه. ها انت عندك الكلوب وعندك الكتمه خاصك تفهم كيفاش دير. هما قدامك كاع لي ماشين وما كتعرفش استاتو تالور، راه ماشي البرودوي ولا شي الطريقه. دونك كيفاش شنو تيوقع له هو تيمشي متحمس تا 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 تيدير سبور لا غدلاش يوقع له لي كورباتور. اش يقول له عقله الباطن؟ الادراك في العقل الباطن الرياضه عذاب. فاذا ماذا ندخل في نفسه؟ الرياضه عذاب شفيه. علاش؟ لانه سيتحجج وغيبقى يلقى لك الاعذار تصبح كثيره. فامتى تمشيو لقدام؟ متى تكون طبعا يعني لا موتيفاسيون ديالنا يعني حب هذاك الهدف اكبر من كل يعني العراقيل اللي تجي. باش نقول لكم راه اكبر وقت خصنا ندوزوه هو اتخاذ القرار. بقات اخر حاجه اللي غادي نقولها بالنسبه للتكوين ديال هذه هي الطي، خاصو يكون محدد في الوقت. فطبعا انا في باب العائله بغيت نصيفط والدي للحج، وكاين لي والدي مساكن تيتوفى مازال ما صيفطهم للحج اليوم هذا العام هذا العام الثاني. وبغيت تدخل في بلان داكسيون خاصك تحدد لي انا قبل من 2022 غنصيفط والدي للحج، فغندوز لخطه العمل.
يعني ماذا يتطلب انني نحيد واحد المبلغ معين في يعني في الراتب ديالي او هذا. فانا بديت تنستعد، لان كاين استعدادات اللي تتاخذ عام تتاخذ عامين، ما تنجيش فقط بين عشيه وضحاها ونجي الا طبعا الانسان بالنسبه تنظر للامكانيات عنده ماليه الى اخره، ومع ذلك خصو يسول الى اخره حتى يشوف واش غنمشي للوكاله واش ما يعني كاين الموت وحده هي اللي تجي مره وحده كوموندي با دو ما. طبعا كاي حاجه خاصها تنظم وتخدم، راه ما يعني حاجه جميله جدا ان الانسان يكون عنده واحد الاجنده ويكون عنده انسان منظم ومنهج في حياته، واخا باشياء بسيطه. يعني الانسان خاصو يكون افكاره تكون واضحه وتكون. فاذا لو انا خديت القرار الذي يحترم هذه العوامل صدق سمارت، فانه محدد قابل للقياس، يعني امبيسيو قلنا بانه يكون بالعربيه قلنا امبيسيو بالنسبه ل طموح ولا طموح، يكون طموح ويكون طبعا قابل للتحقيق من خلال يعني ما يعني حتى بالنسبه للوزن مثلا نعطي هذا ديال كمثال ايضا بالنسبه للغياليزم. تجي وحده وتتقول لك انا غادي نفقد 9 كيلو في الشهر، هل من المعقول تفقدي وهل يعني سي فوزابل غادي يعني ما من بعد تشوف ابوندوني لان غدير شي حاجه ستريكت. انا جيم مونجي جيم لي بليزير دو لا تابل، نمشي وانا محترمه هذه النقطه هذه، يعني اللهم نمشي وناخذ الوقت لتحقيق الهدف. وطبعا في اي مرحله وصلت مني من تطبيق الهدف في اي مرحله نقول نشوف راسي في المرايه حتى ما لقيتش اللي يشجعني شجع راسي. قل برافو عليك برافو عليك وصلتي لهذا، ها انت ماشيه بون كونتينواسيون. تكلم مع نفسي ونحاور مع نفسي ونحب نفسي ونتحاور معاه ونمشي ونقول برافو عليك، ونعطي لراسي مثلا جائزه او شي حاجه بسيطه ونكمل المسيره باش سيفغي يعني تنحفز نفسي. هنا صبرت هنا لو جوغ كذا لا هكا، حتى تنكتسب واحد العادات جديده واللي تجعلني انه ربما نحب هذه الطريقه الجديده للاكل وربما فهكذا هكذا. تبارك الله عليك اسماء، هادشي اللي خديتينا لواحد العالم الكوتشين بقيتي خديتينا كنشوفوا فيه كيفاش كتشرحي لينا. ولا بالنسبه لي تحديد الهدف واخذ القرار ليس بالشيء الهين، ناخذ نهار اهم شيء هو اتخاذ القرار. وما عاوتاني ماشي حاجه اللي غادي نبدا غدا غادي نبدا تنحقق فيها، لا ممكن نبدا ناخذ بعين الاعتبار انه يكون هدف محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق، ويكون هدف طموح ويكون يعني نقدروا نعبروا في الوقت، يعني نقدروا نعرفوا شحال الوقت ممكن اكيد ياخذ. فتنقول انا ممكن تحديد هدف كبير ثم هناك هدفات على اساس انه مثلا على اساس انه مثلا بالنسبه لي انا ممكن نشارككم واحد الهدف جميل اللي حققته السنه الفارطه وهو توبقال. يعني توبقال بالنسبه لي انا يعني انا ماشي صغيره بزاف وماشي ماشي محترفه في التسلق، لكن هذا شيء كان يعني انا تعجبني نتمشى وكان يعني هدف بغيت نحققه بالنسبه بحال درتو كادو بالنسبه لواحد ديالي واحد السن معينه، فقلت فانا قادره على تحقيق هذاك وكان هدف جميل. يعني بوديغ يعني وصلت 10 دقائق وانا تنبكي في القمه لان شي حاجه اللي جعلتني نشعر بانه فعلا تحجم تحدي واحد التحدي جامد لان تنقاو نلقاو الاعذار. ففعلا هذاك قال لي شوف مادام راه كاين دي جون سبورتيف وتبارك الله وما تيوصلوش لهذا وهذا، فانا تنقول اكبر قوه هي قوه العقل، اكبر قوه هي قوه العقل. راه تحت ما يقدر يخلعك، تحت ما يقدر يدي من عندك الا ما عطيتيش انت السواد. فكون يعني الانسان اللي يعني تكون لو مايسترو ديال الحياه ديالك، اختار الاختيارات ديالك. راه تحت يعني قالها غاندي ملي كانوا حابسينه في الزنزانه، بيرسون نو بو فو زوتي فوت ليبرتي سي فو نو لور دوني با، يعني لا بوسيبيليتي تحت ما يمكن له يعني حتى يكلمك بواحد الشكل ماشي هو داك الا انت ما سمحتيلوش او انت. فاذا هذه كلها تخلف في اطار الثقه في النفس، وهذا جوستومون مزيان اللي نديروا هذه القضيه اننا تنحدوا هذه الاهداف الصغيره وتنجحوا فيها، فهو يعني تغذيه للثقه في النفس ديالي. علاش؟ لان كل ما انايا وصلت لواحد التحدي وهذا تنقول واه برافو عليا انا انسانه واعره انا واحد الانسان هذا. لان ممكن تكذب على الناس وتقول لهم انا تنقدر وتنفعل وتندير، ولكن واش تقدر على راسك بالمراه اللي انت واش تقدر تقول لنفسك فعلا هل ترى نفسك وكيفاش انت واخا تكون تشوف نفسك بواحد. الا كذبتي على الناس كذبتي على نفسك
راه الناس ما غاديش ما غيكونش هناك، لان الانسان خصو يكون سانسير افيك لوي ميم. يعني الا كان فعلا هاد التحديات البسيطه اللي تديرها، طبعا الناس اللي تتعمل الاهداف وما تتوصلش لحد عندها مشكل في، غادي تكون عندها مشكل في الثقه في النفس، خصها تخدم عليه. علاش؟ لانه في نفسه تيبدا المسائل وما تيكملهاش، وهذه تضر. فحاولوا انكم تعملوا اهداف، ماشي بالضروره تكون اهداف يعني كبيره جدا، ممكن مثلا نبدا بشكل يعني بسيط. مثلا بالنسبه للرياضه، لو انا مثلا مارش رياضه وما تتعجبنيش لاصال، تمشى، استاسيوني الطوموبيله ديالك بعيده، ماشي بالضروره نبقى نقلب على فين الباب ونستاسيوني حدا، يعني باشياء بسيطه، ماشي بشي مسائل كبيره. وهكذا يعني ربما تنوصلوا كومون دير دي ريزولتا كبار بحركات بسيطه، وبي يعني ندخلها كل يوم. راه هذاك لو في سي سكون ابل لي في كومولي، كل حاجه تتزاد. ربما في شعري تا وانا نكتسب شي حاجه، او ربما في الاكل نحيد مثلا غير السكره نقصنا هذا، فانا هنا اكتسبت واحد العاده جيده. وهكذا دواليك، يعني مش بالضروره نمشي عاوتاني لطموحات كبيره، لكن تكون طموحات صغيره بالنسبه لحياتي اليوميه. هنا الطموح تيكون اشنو؟ الثبات على العقيده، الثبات على العزيمه. شنو هي؟ هو انه قررت واحد القرار، غادي يعني كاين العرس، كاين الشتا، كاين البرد، كاين ما عرف شنو، غادي ندير الحصه ديالي. فهنا وتتخدم بزاف هذه القضيه على الثقه في النفس. ممكن ايضا نقول بان كاين عوامل مهمه جدا ايضا باش يمكننا نمشيو للهدف. حنا دابا خدينا القرار، قلنا بان اكبر مرحله شنو هي؟ اتخاذ القرار. يعني فعليا ماشي على ود حيت قالت لي ماما هذا، ولا قال لي صاحبتي هذه، ولا قال لا، خديتي انت القرار، خديتي انت القرار وخديتي بعين الاعتبار النقاط اللي تكلمنا عليهم الى اخره. مزيان، بدينا التطبيق ديال القرار مثلا الاسبوع الماجي او الحد او السبت او تسنيت هذا. مزيان، سبيا انت بديتي. دابا المرحله الصعيبه هي اللي غادي تكون هي الاستمراريه، وانه نجلس مره ونقيم. هي اللي قلت لكم بانه تتشكر، تقول برافو عليك انت وصلت، انت ماشي انت برافو عليك، خصني نقيم هذيك فين وصلت. وواحد الحاجه حتى هي مزيان نتكلموا عليها حتى هي، هو انه بعض الاحيان ربما خديت واحد الهدف تروب امبيسيو، ربما خديته كبير بزاف على الطاقه ديالي حتى في ديك الفترات ديال التقييم. نقول لا، هذا ما كنتش عارف هذه القضيه، راه سي تري تري فور بالنسبه لي كومبيتونس ديالي، ما كاين باس اون بو لي ريفوار على بي سام تي، ما كاين ماشي ابوندوني، ولكن ما نقص واحد شويه، طلع السقف التحملات اكثر، يعني نهبط شويه باش يبقى يبان لي راه قريب. فوالا كما قلت لكم، انا بالنسبه لنكمل المثال ديال طبقال، انا ما كنتش اساسا غادي ندير طبقال. هذاك يعني الهدف كان بسيط، هو شمهاروش، لان درت من ارمد لشمهاروش بالنسبه للناس اللي تعرف المنطقه راه عارفين فين كاينه ايميلين. درت من ايميلين لشمهاروش، شمهارو كان الهدف داك النهار غير شمهاروش. الوغ بعض الاحيان تجي في الحياه بعض الاشخاص اللي بحال تنقولتي، كان مورايا واحد ناس فرنسيين واحد سن معين يعني كبر مني بكثير، وتنشوفهم تقول لهم اون بارلي، قالوا لي غادي نمشيو لطبقال. قلت دابا هادو ماشي لطبقال، وانايا اليوم غنادى اجي، علاش حتى انا ما جو طونت؟ انا قلت غادي نمشي، كان معايا لو غيد، قلت له عطيني اون طونت نمشيو حتى لهذا. فاذا وصلنا، الناس اللي تيعرفوا راه عارفين القهوه الاولى القهوه الثانيه، وصلنا تقول شوف دابا ما غاديش يمكننا نرجعوا، غادي نمشيو حتى لو كاف، يعني في البلاصه اللي تنباتوا فيها واحد الغوفيوج، كاينين جوج ديال لي غوفيوج باش ما نديروش الاشهار لتحت. دونك ملي توصل الغوفيوج قلت له نشوفوا، نوصلوا الغوفيوج ولا ما كانش بعدا نباتوا ونرجعوا في حالتنا. سي سكون افي، وصلنا الغوفيوج تلقى واحد العالم واحد اخر ديال هاد الناس ديال التحديات، ناس ديال اوروبا الشرقيه، اسبانيين الى اخره، واحد العالم اخر ديال هاد التحديات الرياضيه الى اخره. هذاك كان خصك تلاقى ناس في مرحله واحده اخرى. هذاك الشخص اللي قال لي شوف مدام، انتي مدام جيتي ما فيكش الرده وما فيكش هذا، راه تقدري تطلعي غدا. قلت طوطي انايا، انا ما خاسره والو، يا باش ما نقول بانه الانسان تكتشفتي كذلك فيك انتيا واحد القدره، انك كان عندك طاقه توصلي لهذيك. فانا في الاول الطموح ما كانش طموح الهدف، كان فقط قليل، يعني شمهاروش بالنسبه للطبقال راه. فكما قلت طبعا التقييم هو اللي تيجعلك انك، ماشي تنقولوا التقييم غتاخذ له جلسه، راه حنا التقييم كان تو دو سويت، حنا وصلنا لشمهاروش حسيت براسي مرتاحه. نعم هذا اللي كان. فدائما الاهداف وتحديد الاهداف في الحياه، ومادام كاين الحياه خاصنا دائما نحدوا اهداف جديده
وتحديات جديده لك. اسمع، حصه الكوتشينغ ما كنسخوش بها، وكلامك زوين بزاف بزاف، وعطيتينا بزاف ديال الطاقه الايجابيه. قلتي قبيله في الاستوديو فيه طاقه، كاينه طاقه ايجابيه يمكن نسيها مولا ساره؟ لا لا لا، كلنا طبعا طاقه ما شاء الله. لا، كل واحد فيكم عنده طاقه ايجابيه، وكلنا تبارك الله الحمد لله، وحتى الطاقه ديال المستمعين اللي معانا. كل شيء طبعا هذا اللي تيجعل ان اي حصه تنظم تكون عندها طابع خاص ديالها. نعم، تبارك الله عليك. اسمع هشام، ان شاء الله نتلاقاو عما قريب حصه جديده للكوتشينغ. شكرا لك ظهيره اليوم على نصائحك في الجمال. تحيه كذلك سيد حارث اليوم على نصائحك الاخرى في العنايه بالشعر. تبارك الله عليك. شكرا على الاستضافه. تحيه كبيره لكل المتابعين على شبكه غاديو بلس. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو على خير حصه مقبله معاكم، مع تواصلكم معنا. ما تنساوش خليكم دائما معنا اون كونيكسيون اترافيغ لا باج facebook.com وصفحتنا الرسميه اللي هي غاديو بلس ماروك، وتابعونا كل يوم من 10 حتى 12 ومن 2 حتى 5 على غاديو بلس. تهلاو في راسكم، بالسلامه عليكم.